حتى مع حلول شهر رمضان الفضيل لم يهدئ القتال في تعز، إذ ما تزال الجبهات مشتعلة بينما تحاول الميليشيا التسلل إليها، ناقضة كل الاتفاقات بوقف إطلاق النار هنا في الجبهة الشرقية وتحديدا في تعبات التي شهدت معارك هي الأعنف منذ مطلع إبريل الماضي، بعد محاولات الميليشيا المتكررة التسلل نحو المواقع التي تسيطر عليها المقاومة. نحن اليوم في أول يوم من شهر رمضان المبارك، ولا زالت المعارك مستمرة حتى هذه اللحظة، لأن الميليشيا تخرق الهدنة في كل مرة، ونحن نحتفظ بحق الرد، وقد قمنا بصد الهجوم واستطعنا دحر الميليشيا من مواقع هامة كانت تسيطر عليها وسيطرت عليها المقاومة. فالشباب بعزيمة ثابتة وإرادة قوية وصلبة لاستعادة كافة المواقع وطرد الميليشيا من آخر معاقلها في مدينة تعز. تلجأ الميليشيا لقصف الأحياء السكنية بمختلف الأسلحة الثقيلة وارتكاب المجازر بحق المدنيين، وهي الطريقة المستمرة التي مع تطلعات المواطنين إلى انتهائها هنا وإحلال السلام ولو على الأقل في هذا الشهر. أتمنى في شهر هذا الكريم رمضان أن يتوقف المجازر، أن يعود الأمان إلى مدينة تعز. نحن نتمنى أن نعيش في هذا الشهر الكريم بأمن وأمان، بلا قصف عشوائي من قبل الميليشيات الحوثيين. نتمنى أن نعيش بأمن وسلام، وخاصة في هذا الشهر الكريم فقط. تحرك الناس في هذه الأسواق وشوارع المدينة بات غير آمن أيضا، فالهجمات التي استهدفت العشرات منهم سقطوا بين قتيل وجريح، وطبعت الخوف على حياتهم خصوصا، وهذه الطريقة التي لجأت إليها الميليشيات مؤخرا، استهداف الأماكن المكتظة بالناس كالأسواق. تنذر الأوضاع هنا بكارثة إنسانية قد يتعرض لها المدنيون إذا ما استمرت الميليشيات بقصف الأحياء السكنية والأسواق وفرض الحصار على مداخل المدينة في ظل صمت وتغادل الحكومة الشرعية عن إنقاذ المحافظة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.